السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ابتداء من اليوم 1 ابريل 2024 راه بدات العمليه ديال تسجيل التلاميذ بسلك الابتدائي وكذلك التعليم الاولي، هادشي بالنسبه للموسم الدراسي 2024 2025. بالنسبه للسلك الابتدائي اي مواليد 2018 وما قبل، وكذلك مواليد 2019 الى غايه 31 مارس، هادشي بالنسبة للسلك الابتدائي. أما بالنسبة للتعليم الأولي أي عندنا الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات و5 سنوات، وبالنسبة لآخر أجل للتسجيل اللي هو 11 يونيو 2024. وبالنسبة للعملية ديال التسجيل راه كتتم داخل المدارس القريبة من محل السكنة ديالكم. وبالنسبة للوثائق ديال التسجيل ديال الأطفال ديالكم في المدارس أو المؤسسات، أول حاجة اللي هي نسخة أصلية من عقد الإزدياد ديال الطفل، جوج صور شمسية للطفل مع ملف للتلميذ، وكذلك ضفدع صحي للتلميذ، ونسخة من بطاقة تعريف الخاصة بالأب ديال الطفل، وكذلك نسخة من بطاقة تعريف الخاصة بالأم ديال الطفل، وواجبات ديال التسجيل اللي هي 18 درهم. هادشي بالنسبه للوثائق. وبالنسبه لاخر اجل التسجيل كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو 11 يونيو 2024، الا عندك شي خوك صغير جمع ليه الوثائق ديالو، او الا عندك شي وليد صغير جمعوا ليه الوثائق ديالو من دابا، وحاولوا ما تفوتوش اخر اجل، وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عندهم الوليدات بغاو يسجلوهم في الابتدائي او للتعليم الاولي. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد لا فيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا تحطات اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكون نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.